بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الأخوات كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول ليه مرحبا بك واشترك معايا وفعل زر الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو بغيت ندير معكم واحد الرشيمة كتجي زوينة بزاف وفيها بزاف ديال الأشكال. فيها الخنيجرات كما كتشوفوا، فيها الاليفات صغار، فيها الوريقات اللي خدمتهم بتدوال مرمى، وفيها حتى هذه الوريده هذه من الوسط. نبداو على بركه الله. غادي نبدا اول حاجه، انا سبق لي وخدمت هذه الجهه، هذه غادي نجي دابا باش نخدم الجهه الاخرى. بسم الله كنمشي وكنجي باش كتجيني الخدمه عامره دائما. الخدمه كنحاول نعمرها مزيان. كنعمر المره الاولى وكنعاود ثاني كننزل المره الثانيه. هكا حتى الطرز كيجي عامر وكيجي من فوق، ما كيجيش صامت. والطرز باش ما كان عامر مزيان ومبومبي كيجي في النظره زوين وكتبان الخدمه ديالو متقونه. هاد الوريقه راني غنخدمها بتدوال المرمى. تدوال المرمى دائما كنقول لكم رخفوا يديكم على المرمى، ما تكونش مزيره عليها. باش ما زيرتي راسك مع المرمر ما غاديش تدور لك مزيان. كنخدم العراد في الحد ديالو، العراد في الحد ديالو، وكنمشي وكنعاوتاني كنرجع باش كتعمر ليا هاد البلاصه كامله. وانا كنخدم وانا كندور، يعني كنمشي وكنجي، يعني كنمشي وكنجي هكا، وفي نفس الوقت كندور باش كنبقى غاديه وطالعه مع الرشمه. ردوا البال المرمى كيفاش نو كدور، يعني كنمشي وكنجي بالعرض، وفي نفس الوقت ملي كنشوف ديك البلاصه عمرات ليا مزيان كندور وانا يا طالعه. هانتوما دابا هاني كندور حتى كنطلع لهاد القنت هذا وكننزل معاه كامل باش كنعمرو. ودائما العراد مخدماه في الحد ديالو. ما نخرجش على الرشمه بزاف، يعني دائما كنقول لكم هير واحد الميليم تقريبا باش ما كيبقاش الخط ديال الرشيم كيبان. مازال الا كنا رشمين بالابيض هكا شي بس ما كاين، اما الا كان الثوب مفتوح وكنا رشمينه ببابي كربون اللون ديالو مغلوق تيبقى اللون ديال الخط ديال الرشيم كيبقى باين حتى كنحصل على هذا الشكل بحال هكا. هاد العريش هذا يعني كتبقاو غاديين كتعرضوا العراد وكتنقصوا على حسب الرشمه اللي عندكم، على حسب العرض اللي عندكم فيه. يعني ما كتمشيوش بعرض واحد وكتبقاو غاديين. بحال مثلا هاد التحت هذا رقيق، كنمشي رقيقه وانا غاديه وكنعرض حتى كنوصل العرض اللي عندي فيه، ومني كنوصل ثاني هنا كنبقى غاديه وكنرقق باش كنمشي مع الشكل ديال الرشمه كما هو حتى كيولي بحال هذا الشكل. غادي نجي لهاد الخنيجرات هادو، تدوال المرمى راه دائما كنقول لكم ماشي شي حاجه صعيبه، راه اي حاجه كتبغي الممارسه وكتبغي اليوم وغدا. هو الرغبة، إلا كانت عندك الرغبة وكان عندك الإرادة أنك تديري واحد الحاجة وتعلمي ليها، وأهم حاجة
هو انك ديك حاجه تكوني باغياها، ديك مثلا كنتي كديري الطرز ماشي بغيتي تعلمي الطرز هي حيت بغيتي تخدميه، اولا مثلا حيت حال مطلوب، اولا حيت هو اللي كاين دابا كيتلبس وطالبينو الكليانات، اولا لا اي حاجه بغيتي تعلمي ليها كيخص تكوني انت من الداخل ديالك باغياها، يعني كتستمتعي وانت كديري هذيك الحاجه وانت كتعلمي ليها، هكاك غتعطي فيها اكثر. هنا انا دائما خدامه وكندور وكنرجع باللور شويه، ممكن ترجعوا لواحد الفيديو راني درتو خاص هي بهذا، فيه واحد الرشمه خاصه هي بهذا الخنيجرات هادو وبالطريقه باش كيتخدموا. يدي دائما تكون خفيفه على المرمى، هذه دائما الوصيه اللي كنوصيكم دائما في تدوار المرمى، يدي تكون خفيفه عليها، ما نكونش متقله على المرمى ونحركها تحرك اليد غير ما غاديش تحرك، تحرك شويه ولكن ماشي بعد ما ماشي بالسلاسه اللي بغيتي انتيا. هنا غادي نجي نخدم هذه الورده، هذه غادي نخدمها هاك تدوال المرمى ان شاء الله. كنخدم العراض ديالي في الحد ديالو وانايا كندور، ملي كنوصل لهذا القنت هذا كنقص العراض حتى كن نجي للوريقه الاخرى. هنا كنجي لهاد الشكيلات هادو، كيبقى لك الاختيار اما تخليهم هكا في نفس اللون فاش خدمتيهم، اولا كتبقاي كتدخلي عليهم هاد الالوان هادو، اللون مثلا اللي خالفتي بين عندك جوج الالوان كتبقاي تدخلي لون في لون بحال هكا، كتمشي ايه بالخطفه هكا خدمه العراض على الحد ديالو، كنبقى غاديه بايدي تكون خفيفه بزاف باش ما يجينيش هاد اللون كثير في ويغطي لي اللون التحتاني. ودائما في نفس الاتجاه ديال الطرز على الشكل هكا، ونجي لهادو حتى هما نعمرهم، غادي ندير في وسط منهم وريقه هاد الفراغ اللي بقى ليا خاوي. هكا الا دخلنا اللون في اللون كيجي الشكل ديال الرشمه كيجي مواتي. غادي نجي للوسط ديال هاد الوريضه حتى هي وغادي نخدمها باللون الاخر، غادي ندير في وسط منها ورده صغيره. على هذا الشكل هكا، وكنجي لهاد الوريقات هادو كنمشي معاهم هي بخياطه هكا، الخدمه العراض شويه، ممكن تخليهم في نفس اللون ديالهم. هاد العليفات حتى هما كنمشي معاهم هكا مخطيطات مايلين.
هو الوسط ديال هاد لوريدا غادي نعمرو تاني باللون الاول باش خدمت. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وإلى عجبكم ديروا لي جيم. وبالنسبه للاخوات المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا، كنشجعكم وكنقول لكم ما تعياوش وما تيأسوش، ماشي تعلمت اليوم وغدا ولا الشهر الاول والشهر الثاني وهذا الشيء جاني صعيب وما باش يدخل ليا لدماغي صافي نستسلم. لا بالعكس، ما حد الحاجه كتجيك صعيبه وانت كوني صعب منها، هاكا يعني كوني انت صعب من ديك الحاجه اللي بغيتي ديري باش تقدري ان شاء الله تديريها وتغلبي عليها، راه خصك تغلبي عليها باش تنجحي فيها. وبالنسبه دائما الاخوات المبتدئات، هادو هما الاشكال اللي كيجيو شويه صعابين، من هادو الخنيجرات ولا الوريقات، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، تعلموا اليوم وغدا، راه حتى شي واحد ما تزاد معلم، هكا ان شاء الله غادي تعلموا وتوليو محترفات. راه الانسان غير يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومنين نبدا اول حاجه نذكر الله سبحانه وتعالى، راه منين كنذكر الله كنقول بسم الله توكلت على الله، صافي ديك الساعه انا كندير السبب، انا كندير اللي عليا، ولكن راه الكمال على الله سبحانه وتعالى، غادي يسر ليا غادي يسر ليا. هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا للتتبع ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.